يمكن عمرو جه لك برضه يعني، شوف الصعاب دي كلها. انت الاول كورونا جات لك منين؟ هو ايهاب تقريبا اول واحد ظهر عليه في اسماعيليه، واحنا بعد ماتش الزمالك الاولاني هو تعب بين الماتشين ورجع للقاهره. بعد كده هو عرفنا ان هو كورونا، وانا اول ما رجعت من اسماعيليه كان في اعراض يا عم؟ انا ما كانش في الاول، ما عنديش اعراض، بس انا عزلت نفسي في البيت، قلت ادام ايهاب انا اكتر واحد صاحبي يعني، فانا هبعد شويه عن اهلي لحد تاني يوم. بتظهر الاعراض وفعلا ما اتاخرتش يعني، تاني يوم سخنت وجسمي فضل وجعني كده يومين، وعملت مسحه طلعت ايجابيه. بعد كده من ثالث يوم ابتديت الحمد لله اتحسن، بس كان بقى فقدت حاسه الشم والتذوق، ما كانتش موجوده. عرض مشهور. بس بالظبط، بس بقى في لما جسمي ابتدى يتحسن ابتديت ان انا اتمشى في الشمس، ان انا لما انت قلت امبارح تنزل تجري شويه، جريت كده مرتين ثلاثه، ما كانش احسن حاجه يعني لجهاز المناعه، بس قلت عشان لو ربنا كرمني ولحقت يعني ابقى قادر. طب انت عملت المسحه ليوم الماتش دي بالتنسيق مع الجهاز الفني، ولا انت اللي قلت لازم اعمل مسحه انا عايز العب؟ انا حضرتك انا عملت تقريبا اربع مسحات كل بعد خمس دقايق. هتعملها الصبح ولا بالليل؟ ايوه تقريبا بيتحايل على المسحه. لا بيطلع سلبي. يعني انا اخر واحده ايهاب لما عمل مسحه اول واحده طلعت سلبي، انا طلعت ايجابي لسه، فعملت واحده اخر واحده دي كانت اخر فرصه ليا انا عملتها، وكانت لازم نعملها في حاجه معتمد بالظبط، فراحت جامعه عين شمس. حتى انا فضلت لحد 7 الصبح مستني نتيجه المسحه قبل الماتش، والناس كلمت ناس في المعمل ادوني نتيجه اسم غلط، قالوا لي انت الله على الخطه. لا بالظبط، وانا نمت ان انا خلاص انا مش هلعب الماتش. لقيت الدكتور بيصحيني الساعه 1 بالظبط بالليل، 1 الصبح ظهر. انا نمت، انا لحد كمان خلاص انا نمت ان انا خلاص طلع الاسم فيه غلط، ان انا اصلا مسحتي ما كانتش في المعمل، كانت في جامعه عين شمس، فهم ما يعرفوش عنها حاجه. وجامعه عين شمس بقى طلعت المسحه الساعه 1 الظهر. بالظبط، خدت من الناس وزاره الصحه ان انا سليم يعني، بس طبعا نطيت جبت السقف يعني. ولا كنت في لمح، بس عارف افلام الكرتون لما بيجي شويه ضباب كده وتلاقي بالظبط الشخصيه انا خدت شنطه على ظهري ورحت على اسماعيليه على طول.